إليك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي محط للنصح لكن لست أسمع إن المحب عن العزال في صمام مولاي صل وسلم محمد واسمه يشفي مواجعنا محمد واسمه يشفي مواجعنا سيدنا النبي واسمه يشفي مواجعنا محمد واسمه سيدنا النبي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد في قولنا منه ولا نامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد.
سيدنا النبي محمد 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 رويت بالنور طينته محمد 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 رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم للضيف مكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جار والله لم يضم ما سمني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ما سمني الدهر ضيما واستجرت به التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وأي نعمة تستدعي وتستوجب الشكر ويقف العبد فيها بالعجز مبتهلا خير من نعمة الإسلام. الحمد لله أننا عبيد الله وأننا عباد لله. الحمد لله الذي لم يجعل حسابنا بيد غيره ولم يجعل رزقنا في يد غيره وأمرنا ألا نطلب من غيره ولا نطلب غيره. الحمد لله على نعمة رسول الله. لما أراد الله لنا دين الإسلام وارتضاه لنا بسماحته السمحة جعل لنا نبيا هو خير الخلائق نورا وأوضحهم شرعة وظهورا وأتقنهم سرة في البطون فقد كمله وزينه باطنا فقال قد جاءكم من الله نور وزين شريعته فأضافها إلى النور وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب وفهم أهل التحقيق ما في المصطفى من التوثيق فالكتاب هو الآية المستور والنبي هو النور المنشور فقالوا الكتاب والنور
هو خير مرسل للعالمين. ثم زين ظاهره وجمل ظاهره وأوضح خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم تجلت هذه الأخلاق المباركة كما تكلمنا يوم الثلاثاء الماضي، وكما تكلم وأجاد مولانا الشيخ خلف اليوم في خطبة الجمعة في سماحة الإسلام وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا فيما مضى اليوم الثلاثاء عن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة النبوية الشريفة وما قد جرى، وذكرنا بعض لمحات من حياة النبي في السماحة. وأنا قد قلت لكم من قبل حكمة وضعناها عنوان حينما أسسنا هذه المؤسسة، قلت: بقدر ما تكون صاحب سماحة بقدر ما يكون لك في المعية مساحة. عايز تبقى مع الله وسيدنا النبي، عدي سامح ما تدقش لحد. ليه؟ ما كل ابن آدم خطا، وإلا كيف نفهم اسم الله التواب؟ يعني ايه تواب؟ يعني بيغفر، كان يبقى غفور. لا، التواب ده هو الذي يستر وصفك بوصفه، هو الذي يستر وصفك بوصفه ويدرك ضعفك بلطفه. شفت التواب يعني ايه؟ الناس كتيره بتفهم ان اسم الله التواب يعني الغفور، يعني انا غلطت راح ربنا تاب عليا فغفر لي. لا، المغفره هي محو الجنايه. المغفره ايه؟ محو الجنايه. ماشي. طب والتوبه؟ محو الاصرار. التوبة إيه هي؟ محو الأثر من القلب. ولذلك سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول: اللهم تب علينا توبة، ها، امحو ما امحو من قلوبنا ما اجتنيناه من حلاوة المعاصي، واستبدلها لها بالكراهية لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا بكرم. يعني واحد مدخن، كيف نعرف أن ربنا تاب عليه؟ مش انه يقعد يعذب نفسه، لا مش قادر ادخن، لا، انه ما يطقش ريحتها تاني، هم يعرف ان ربنا تاب عليه. الله يستنقذ من قلبه ويستخلص من قلبه حلاوه ما جناه من اثر المعصيه، ويبدلها له بالايه؟ بطعم يستقذر طعمها، فيشوف الاشياء على مراد الله فيها، فيبقى تواب. يعني ايه؟ هو أن يستر، أن يستر وصفك، أن يستر وصفك بوصفه، وأن يدرك ضعفك بلطفه. وتدرجت التوبة مدارج كثيرة ذكرها أهل الله، فمنهم من ذكر التوبة في قول الله حينما ذكر جمال التوبة. شوف السماحة الإلهية بقى تتجلى في إيه؟ قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف السماحة الإلهية، ما أنت لما تتعلم السماحة شوف مقام عالي تستشف منه العطاء، وما فيش أعلى من ربنا، ما فيش أوسع جاها ولا سماحة من ولا عفوا ولا مطلق صفح من ربنا سبحانه وتعالى. يا أخواننا بينادي على مين؟ بيعزم مين على بيدعي مين ليتجلى لهم؟ لا، بيدعي اللي أسرفوا، والمسرفين دول اللي هم مسجلين الخطر، اللي عاملين جنايات كبيرة ملهاش أصله. خلي بالك، المجتمع غير تواب. الوصف الوحيد لربنا اللي ما ينفعش بني آدم يتصف به التوبة. لو أنا عرفت عن سيادتك أي غلطة كده أنا ما أقدرش أغفرها لك، لن تنزح من ذهني أبدا جريرة أنك فعلت كذا، مهما اتصفت بالفضائل بعد كده أقول أيوة لا مش ده اللي كان بيعمل كذا، ما أقدرش أسامحك. يبقى مين اللي يملك الحكاية دي؟ يعمل. يبقى التواب هنا بمعنى إيه؟ الذي يستر وصفك بوصفه.
ويدرك ضعفك بلطفه، فينادي بالحنانات دي ويقول كده: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وما ندومش: يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف الملاطفة الإلهية واللطف الإلهي حينما يدرك المجرم ويلبسه رداء العبد. لما يلبس الجلابية ستر وانت جاي ايه ده، انت مش مخلي لا جريمة ولا مصيبة الا لما جيت من طريقها. هم يعمل لك ازاي؟ ها، قل يا عبادي، يا عبادي الذين صلوا بقى، يا عبادي الذين زكوا، يا عبادي. ولا وخلوا بالك، لو قال الله يا عبادي الذين أسرفوا لتهتكت أوصالهم شوقا إلى الله، لكنه لطفا على تركيباتهم جعل النبي كلمهم قال له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لطفا بالعبد في موطن الزلل وهو جاي خجلان، هم بيعمل ايه قبل ما يكلموا؟ بيستر بوصفه ويدرك بعطفه. قل يا عبادي، فهمتوا كأن اسم التواب هو الذي يستر وصفك بوصفه ويدرك ضعفك بلطفه. وده متجلي في قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ها، الله لا تقنطوا، يعني في أمل. يعني أمال الناس اللي مراش غير ذكر عمالة تقرأنا في أحاديث جهنم لما خلتنا خلاص حسينا أن البيت مقفول. مولانا ده كان لمن جحد الدين، وليس معنى كلامنا ان احنا بنقول للناس اغلطوا. لو فهمت ذلك ستستحي ان تغلق عليك بابا وتعصي الله، هتستحي من اللي بيبادلك هذا الذوق تعصاه. الحب يا سادة اقوى مظهر من مظاهر التقوى، واقوى مولد من مولدات الخشية. الحب هو اكبر عصمة للقلب من المعاصي. لو تمكن حب الله من قلب عبد والله ما يعرف يعصى ربنا، لا في خلوة ولا في جلوة. الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون لربهم خدام. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقيام. هم شغلتهم كده. فيبقى المظهر الأول من مظاهر السماحة الإلهية والتوبة والكرم اسم الله التواب. أنا قعدت أقرأ في اسم الله التواب لغاية ما لقيت ربنا بيقول إيه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقفت هنا والحيرة، يعني أنا عايز أقول أنني محتار إلى الآن، وأسأل الله أن يدل حيرتي. مانيش عارف كيف الواحد يقرأ الآية دي. وهو المفروض وهو الذي يقبل التوبة من عباده، صح ولا غلط؟ بعضهم قال من يعني عن، طب ما كان قال من، يعني لما كل اتنين بمعنى واحد ليه ربنا غير اللفظ؟ وهو لحكمة البلاغة أنه يقبل منك عنك. بمعنى إيه؟ ما انتش عارف تتوب ولا عارف تعمل، ولا انت قد شروط التوبه اللي قالوها الشيوخ ووقفوا على في المسجد. قال لي لازم تعمل ست حاجات شروط التوبه. طب يا عم انا مانيش قادر، ما انا من البدايه لو قادر ما كنتش غلط. يا سيدنا، ما انا من البدايه من لو قادر اعمل اللي انت تقوله ده انا ما كنتش غلط. قوم يقول ربنا ايه: وهو الذي، ودي وبدأ باسم الذات هو عشان الناس تفهم ان ما حدش يعرف يعمل كده الا ربنا، هو بس. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ما قالش ايه؟ ما قالش من عباده. طب يا جماعة نحلها ازاي دي؟ اهو كده. ولذلك قلنا في الحكم العطائية كان يقول سيدي ابن عطاء الله: استشرافك ان تصل اليه بعد توبتك من ذنبك وتطهرك من عيبك دليل على أنك لن تصل إليه أبدا. لأنه لو أرادك ستر وصفك بوصفه وأدرك ضعفك بلطفه، فالوصول إليه من حيث هو لا من حيث أنت. فالوصول إليه
لا من حيث أنت. عشان كده لما بتتوب من فعل كذا وترجع تحط رجل على رجل وتشوف العاصي اللي بيعمل اللي كنت بتعمله وتقول أنا تبت وهذا عاصي، بيرجعك للي كنت فيه تاني. ليه؟ لأن التوبة ما هي إلا عطفة إلهية عليك. الله خلع عليك خلعة، سترك، أكرمك، أواك، انتزع من قلبك. حب شوف 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 من مظاهر التوبة الآية دي يقول إيه؟ حبب إليكم الإيمان. يبقى الإيمان ده بتاعك ولا بتاعنا؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. دول مين؟ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. عشان تبقى فاهم ان ده مش بتاع سيادتك انت، وما تجيش تعمل علينا تايب، ده تكرم مننا فضلا من الله وايه ونعمة. يبقى عليك لما ربنا يستنقذك من غلطة اوعى تقول انا تائب، امسك سبحتك وكتير تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده انه سترها، سبحان الله العظيم لو ما تأدبتش مع كده يرجعنا. قال له يا عبد القادر ربك قادر؟ قال قادر. واحد سكير قبل سيدي عبد القادر الجيلاني قال يا عبد القادر ربك قادر؟ قال قادر. يا عبد القادر ربك قادر؟ قال قادر. يا عبد القادر ربك قادر؟ أغشي على سيدي عبد القادر. فلما أفاق سألوه الراجل ده عمل فيك إيه؟ قال سألني في الأولى وكان يقصد ربك. لا تنظر إلي هكذا يا عبد القادر، ربك قادر أن يتوب علي؟ قلت قادر. وفي الثانية رب قادر أن يجعلني مثلك؟ قلت قادر. قال وربك قادر بنية أن يجعلك مثلي؟ قلت لا. فأغشي على خوفا من جلال الله وقدرته. فنخلي بالنا من العصاة ونعملهم بلطف الله ونشفق عليهم، لا نكرههم لذاتهم، إنما يعني نقصد الله فيهم ونقول الله له في خلقه شؤون. وبعدين يا سيدي مرة زمان كنت بزور سيدنا أبو الحسن الشاذلي، وكان لي صديق مدخن، فأنا طبعا يعني شايف إن أنا يعني إن هو في نقص وأنا بقى يعني الحتة دي مش عندي، فشايف نفسي شوي يعني. فقلت لمولانا الشيخ رحمه الله مولانا يعني الراجل ده، أنا جيت قدام الناس قلت له ادعي للراجل ده أن ربنا يتوب عليه من الدخان. فقال لي وانت مالك؟ فكسفني. قال لي ايه؟ هو الشيخ يعني المفروض يدعي، بس كسفني أنا ليه؟ لأني قلت قدام الناس. قال لي وانت مالك؟ ايه اللي بيدخلك بين ربنا وبين خلقه؟ لو انت عايز تدعي له في سرك ادعي له، لكن ليه تشهر بيه قدام الناس؟ فحسيت ان انا بيني وبين الادب دنيا طويله كبيره. ثم قال لي هذه الحكمه فاحفظوها، عندما تشوف واحد عاصي احفظ الكلمتين دول. قال له ايه؟ قال لي ايه؟ قال لي ربما هذا ذنبه الوحيد، وله مما خفي من الطاعات مثقيل الجبال، وربما هذا حسنك الوحيد، ولك من السيئات ما تنوء بحمله الجبال. انت شايفني انا بعمل ظاهر من الذنب، ما حدش عارف اللي ورا في البيت ايه. ربما ده ظاهر اللي ربنا سترني بيه عشان ما حدش يعرف. ربما في البيت عندي ام بغسل رجليه، ربما عندي جارة معاها يتمى ولا حاجة بروح أكرمهم، ربما بيني وبين ربنا الذنب ده مخليني طول النهار دموعي على خدي وسبحتك انت ومظهرك الحلو اللي بره ده مخليك شايف نفسك أحسن من الناس، وما خفي كان أعظم. فمن مظاهر السماحة الستر الاجتماعي، من مظاهر السماحة الستر الاجتماعي، ملناش دعوة بحد، ونعلم تماما أنها كلها بتاعت ربنا.
كفاية كده. وهو الذي يقبل التوبة عن ولا من؟ عن عباده. لا، ويعفو عن السيئات. طب ايه الحكاية؟ قال يقبل التوبة عن عباده، ينوب عن العبد في التوبة، فيستنقذ القلب من حلاوة ما جناه من العصيان، ويستبدل ذلك بذوق الكراهية لها، ويضع فيه الطعم لما هو بضدها، حتى ينام العبد مصرا على الذنب ويقوم وقد أفاق بالتوبة. ايه اللي حصل له ده؟ خد بيده يا اخي، انت مالك؟ خد بايده يا اخي، انت مالك؟ وتلك من مظاهر العبد، ينام مصر على ذنوبه، وبالليل يعدي عليه طائف من ربه باللطف يعفيه. مش عايز اطول عليكم في المحطة دي، بس تعالوا نتكلم على مظهر تاني من مظاهر السماحة في نبي من انبياء الله. احنا تكلمنا عن سماحة الله، مظهر واحد من مظاهر السماحة الإلهية في شكل التواب، في اسم التواب. تعالوا نشوف مظهر من مظاهر هذا المشهد يترجمه أهل الحقيقة. كيف حال أهل الحقيقة مع اسم التواب؟ إخوات يوسف لما دخلوا، أظن دول عاملين في إيه يا جماعة؟ لا، تعال نحكي لك بقى، تعال نحكي لك اللي في الدفتر. دول يا مولانا ما شافوش فيه سر النبوة، وما قدروش أدبهم مع الأبوة، وحرموا يوسف من أبيه، وخدوه انتزعوه عنوة، وقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ثم حتى يستوثقوا من ثقة أبيهم قالوا وإنا له لحافظون، نحن نحرص عليه خالص، وأعطوا ميثاق على ذلك. فكان من النبي يعقوب عليه السلام أنه من الأنبياء من صفاتهم ما يكذبوش حد، مش لحسن ظنهم في الله، استرسلوا في حسن الظن حتى أنهم ما بيكذبوش حد ولو أنا عارف أنه كذاب. قالوا من خدعنا لله انخدعنا له، خذوا يوسف. فهو برضو عارف انهم مش هيجوا يجيبوها البر، فقال لهم ايه؟ انا خايف لا يأكله الذئب، اني لا يحزنني ان تذهبوا به، لا يحزنني باللام التوكيد ان تذهبوا به، واخاف ايه؟ يعني كأنه بيقول لهم احنا هنعمل ايه؟ الخطة مكشوفة، بس حسن ظننا بالله بيقول ان احنا على مراد الله كريشة في فلاه، ما عندناش تنازع مع القدر. ما انت عارف هم انهم هياخدوه، بتدوه لهم ليه؟ انا ما عنديش سوء ظن بحد، لكن ورد على قلب انكم هتعملوا كده، وساكشف لكم المؤامره، بس خدوه من عطف ابيه الى لطف الله. خذوه ايه؟ من عطف الابوه الى لطف الربوبيه. أنا مش أحن عليه من اللي خلقه، خدوه. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. وإيه؟ ما قالش وأنتم عنه مصرون. شوف حسن الظن بيهم، شوف العظمة، شوف القرآن يا سادة لما بيبدع في الإنسانيات. أنا شايفهم وعارف المؤامرة وأريها كويس، بس ما دام هذا مراد الله خليكم تتفضلوا. بس عايز اقول لكم وانتم عنه غافلون معناها ايه؟ مش وانتم بتلعبوا والديب يجي ياكله، وانتم عن سر الخصوصيه فيه غافلون. ما انتم ما شفتوش النيوز، ما شفتوش في سر النبوه، لكن غيرتم من اهتمام الابوه. طب خدوه، واللي يعرف يعمل حاجه معاه يبقى يعملها. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه. شوف الألطاف، شوف العباد عملوا إيه، هم ذهبوا إيه به وأجمعوا إيه، يعني بإجماع لفوه كده ووثقوه خلاص هنرمي. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب
وأوحينا إليه. ما قالش أوحينا لي، قال وأوحينا. قال ليه؟ عشان يفهم كل صاحب بلاء إن الجماعة اللي تأمروا عليك ها وثقوك وجمعوك ولموك وحطوك في شوال يرموك في حضن إيه؟ في حضن الألطاف، في بحر اللطف الإلهي، في كنف المعية الربانية. والله العظيم يا أخوانا ما من متآمر تآمر على ولي لله إلا زج به في بطن الرضا، إلا زج به في روح الروح، إلا زج به في عناية العناية، إلا استجلب له الستر الإلهي واللطف الإلهي والكرم الإلهي. فلا تحزنوا ولا تيأسوا. وزاك سيدنا يعقوب قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما قالش من أمر الله، قال من روح الله، من فرج الله، من أمر الله، من عطفه الله سبحانه وتعالى. شوف عملوا ايه فيه بقى. طب خلاص ربنا نجاه من البير وطلعناه، جاءت سيارة الألطاف وأدركته بعناية الإنصاف وأخرجته من لجة الكرب إلى سعة الفرج، وظل يوسف ينظر وكأنه أعيد إلى الحياة مرة أخرى بعدما وكان الجب محراب الوحي. شوف ربنا بيدي فين، شوف الشدة لما تكون جواها فرج. كان الجب إيه؟ محراب الوحي، معتكف الوحي، مسجد الوحي بالنسبة لي. وأوحينا إليه. طب وبعدين وطلع يقول خلاص فرجت، هنرجع ليعقوب. ها وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يا نهار أبيض يا أولاد، في أكتر من أن الحرية تتباع في السوق، في أكتر من أن أخ يوثق أخوه من رقبته ويبيعه عبد في السوق وهو نبي. وبعدين الراجل اللي هيتباع في السوق ده بقى على إيد إخواته دول هيبقى ملك. تشاء العناية والألطاف. أصله قال له وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، هنجيبهم وهتكلمهم. وتدور الأيام والمحن تتوالى من دخول السجن ومن فتنة امرأة العزيز وغيرها، حتى لا أطيل، حتى يصبح يوسف عليه السلام عزيزا على البلاد ومسعفا للعباد. أما اللي شاروه بثمن بخس هيبقى وزير المالية وصاحب الاقتصاد ورئيس الوزراء عزيز مصر. هم يجوا ينادوه بقى، هم يشاء ربنا يخليهم ينطقوا. ما قالش يا أيها الذليل الذي يباع في السوق، قالوا يا أيها العزيز. شوف السماح، شوف السماحة بقى. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يا أخوانا وأنا بسمع سيدنا الشيخ وبيقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى فاجأني هذا الحال. قلت والله العظيم ما حد باع واشترى وسامحك أحسن من الناس دي. أدي هو ده بقى مش بياع، مش بيبيع دول مش جايين يدفعوا لنا ياخدوها نسامحهم، دول جايين يشحتوا. واللي هيدي عزيز لو قال ما عندناش احبسوهم دلوقتي كانوا خلاص، لكنها كرائم النبوة. لكنه العبد إذا خلع الله عليه الوصف الحقيقي للعبودية، شوف ما يقول له إيه. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هم على قد القساوة اللي فيهم كانوا مؤدبين مع الله، أما جم يشكوا شكوا بالأدب. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا. أوفي لنا الكيلة، ادينا على قد بضاعتنا وزودنا شوي، إنما تصدق علينا ادينا اللي ما نستهلوش. هذا الكلام يا سادة ينفع واحد يقوله الواحد هو ظلمه؟ يعني ينفع تقول الواحد انت ربطته كده بحبل ورميته في بير وربنا نجاه بقى ملك، ولما تروح تقول له اوفي وانا هو عارفه
وهو عارف السماحة، سماحة النبوة اقتضت ايه؟ يديهم ولا يحرمهم؟ يديهم. المشهد الثاني في سماحة سيدنا يوسف، المشهد الثاني من سماحة سيدنا يوسف، وانا ده اخر وخلاص نبقى نكمل بعدين. المشهد الثاني من السماحة اليوسفية، انه لما عرفوه عرفهم اب بين العطاء ده وبين العطاء الثاني، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من يا ابوه، يعني اعطيناكم ووكلناكم وشربناكم وزودناكم ومالينا زودتكم ورحلكم اتمالى، وهنقول سرق برضو؟ يعني عطينا لهم مالينا زودتهم، وقالوا ما بيجيبوا الفلوس دي منين برضو؟ ما فيش فايدة. طب ماشي، يقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم، ما ده من كمال السماحة يا سادة. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم. وبعدين لما تعرفوا بقى ان ده، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. سيدنا يوسف قال ايه؟ شو المفروض يقول خاطئين ده انتوا كده بقى؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. طب لا تثريب ماشي، انت كمان بتدعي لهم؟ ايوه. سماحة يعقوب كانت في الحكاية دي ازاي؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ربنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. تعلموا الناس دي انتصروا على نفسهم. وده يا أخوانا لما نيجي نتكلم عن السلام النفسي هنقول إن دي أعلى معايير السلامة النفسية. لما تحب تعرف حد هو سليم نفسيا ولا مهووس بنفسه، جربوا على امتحان السماحة. بيعرف يسامح يبقى ليه في المعية مساحة. وهذه النماذج الإلهية ونموذج واحد من نماذج أهل الحقيقة المحمدية متجسدة في سيدنا يوسف، لأن كل الأنبياء يا أخوانا مظهر نور الحقيقة المحمدية في زمنهم. كل نبي وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. آدي سيدنا يوسف وآدي أخلاقه في السماحة. أظن سيدنا الشيخ قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ده ما باعش واشترى، ده هم اللي باعوه وهو اشتراهم. وهو إيه؟ اشتراهم. ها؟ دول قتلوه ولما جاعوا أحياهم. دول ظلموه ولما طلبوا الاستغفار استغفر لهم. أظن يعني الكلام ده بيخلينا نروح النهاردة بيوتنا، كل واحد عنده أخوه شقيقه مزعله، الدنيا أصغر من ذلك وما نطلبه أكبر من ذلك. صديق تكلم علينا وقال افتكر سيدنا يوسف إني أسرق فقد سرق أخ له من قبل. تذكروا دائما مشهد السماحة العلية في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا كنت بفكر في الآية دي مرة وأنا في المدينة تفكير عجيب جدا. بقول كل واحد ورايح يزور واحد بياخد له معاه هدية. إحنا كلنا الطبيعي وإحنا رايحين لسيدنا النبي واخدين شنطة ذنوبنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيه؟ يبقى جايين جايبين إيه معاهم؟ جايبين تلال بلاوي زرقة زي ما بيقولوا كده. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. طب ليه ما قالش ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوني؟ قال لا، ما هم جايين لسه ما تبوش، ده هم واقفين عند الذنب لسه ما تبش منه. طب هنتوب عليهم إزاي؟ أما قال ربنا سبحانه وتعالى من كمال السماحة الإلهية قال له اللي معرفش يجيني لو جالك استغفر له وأنا أغفر له. اللي ما يعرفش يقول يا رب اغفر لي خليه يعدي من عندك وانا اغفر له. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ايه؟ جاءوك ها؟ فاستغفروا الله. دي مش كفايه. ليه؟ لان العبد ما يعرفناش، ده غلط. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شو
شوف التجلي عامل ازاي، شوف انت طلعت منين، جاي من دائرة الإجرام ودخلت على النبي لدائرة الإحرام، بقيت حرمة في البلد الحرام. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، جاي عامل بلاوي، جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك فقصدوا الله توحيده. طب استغفرهم مش مسعف، جرائمهم كبيرة، قال استغفر لهم انت، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جابوا واحد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن أهدر النبي دمه في الحروب، كان حارب الإسلام كثيرا، فجابوه، فواحد من الصحابة حفظوا كلمتين، قال له اسمع، لما تخش على رسول الله، هو طبعا انت مهدور دمك، فسيدنا النبي يعني أول ما يبص إليك قال له، يقول له يا محمد تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالرجل وقف قدام سيد النبي قال يا رسول الله تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فسيدنا النبي أطلق مليا، فبسط الرجل يده فبايعه النبي، فقال والله ده انت لسه قال ايه ده، صفحت عنه ازاي؟ قال لهم لما لم تقتلوه إذ أبطأت في بيعته؟ قالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا، يعني شاورت كده بإشارة. قال لم يكن لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالرجل أول ما قال يا رسول الله تالله لقد أثرك الله علينا، وإن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، ليس يوسف أكرم على الله مني، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وحقق مطلوبنا وادفع عنا السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم إنا في ساعتنا هذه نسألك باسمك التواب واسمك العفو واسمك الغفور، اللهم يا غافر الزلات، يا مقيل العثرات، يا راحم الأحياء والأموات، يا ذا الجلال والإكرام، يا, 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 يا سريع الغوث، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك اللهم إسعافا وألطافا تحيط بنا في سائر شؤوننا، فرج عنا الكرب ونجنا من الهم واجعل لنا منه مخرجا. اللهم يا واسع الفضل، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا جزيل الصفح، يا جميل الصفح، يا جميل الصفح، يا من لا يزداد على من عصى إلا حلما، يا من لا يزداد على من أعرض إلا كرما، يا من لا يزداد على من نأى إلا تكرما، يا من لا يزداد على من سأل إلا جودا وكرما. نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا ما قدمنا وما أقرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعصي الله أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا تبتلينا بعلة، ولا تجعلنا في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تكتب علينا زلة ولا مزلة. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا من البلايا ما يطاق وما لا يطاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأبداننا من البلايا يا رب العالمين. اللهم استر ولايانا، واحفظ عطايانا، واحفظ علينا نعمة الإيمان بك ونعمة الحب لرسولك،
اللهم املأ قلوبنا منك حياء حتى لا نعصاك في خلوة ولا في جلوة. اللهم لا تبتلينا بالمعاصي المضرة ولا الأمراض المستعصية ولا بالفقر والذل لخلقك يا أرحم الراحمين، وكن أنت ولينا في الدنيا والآخرة، وتوفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من هجران القرآن، اللهم لا تبتلينا بالحرمان من قراءة القرآن، اللهم لا تبتلينا بالحرمان من الأذكار والأنوار يا أرحم الراحمين. ذنوبنا كثيرة، أعمالنا قليلة، آمالنا طويلة، وأنت لا إله إلا أنت، أنت فيك الأمل. يا رب تب علينا يا رب، وتب عنا، وتب لنا توبة نصوحا لا ننقض عقدها أبدا، وكن أنت ولينا في كل شدة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبتلينا بالمحن، اللهم لا تبتلينا بالبلايا المستعصية، اللهم لا تبتلينا بما لا نحتمله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما ذكرنا رسول الله شافعنا جود وفضل.